طالب محافظ صلاح الدين خلال استقباله وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي والوفد المرافق له زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية من أسر المحافظة بوصفها الأكثر تضررا من مخطط داعش الإرهابي. ووعد وزير العمل تلبية مطالب المحافظ مثمنا دوره المتميز في تسهيل عمل دوائر الوزارة بالشكل الذي يجعلها تقدم خدمات متميزة لأبناء المحافظة، وآخرها تخصيص قطاع أراض لإنشاء سوق عصري يضم أكشاكا للعاطلين عن العمل ومحدودي الدخل. وأكد الركاب أن هذا التوجه سرع في توقيتات افتتاح السوق العصري وسط تكريت، والذي سيوزع بين المشمولين ضمن ضوابط وزارة العمل.